الفترة اللي فات عنده فرصتين للفوز ببطولة الدوري، فرصة التعادل وهيكون نقاط متساوية مع سموحة، ولكن فرق الأهداف لصالح النادي الأهلي بهدف واحد، أو فرصة الفوز بالنسبة للنادي الأهلي دي طبعا هتديله الدوري بتسع نقاط وهيبقى فرق ثلاث نقاط عن نادي سموحة. الناحية التانية نادي سموحة ما عندوش غير فرصة واحدة وهي الفوز على الأهلي عشان يتوج ببطولة الدوري للمرة الأولى في تاريخ نادي سموحة بكتيبة من اللاعبين المميزين جدا اللي قدر يعمل معاهم انجاز رائع الكابتن حمد صدقي ومجلس اداره بقياده المهندس محمد فرج عامر. مباراه قويه، متوقع ان هي تكون مباراه مفتوحه. لو توقعنا كده تشكيل الفريقين، النادي الاهلي عنده تشكيل ثابت بيلعب بيه الكابتن فتحي مبروك خلال الفتره الاخيره، شريف اكرامي في حراسه المرمى، سعد سمير، محمد نجيب، احمد فتحي، صابر رحيل في خط الدفاع، حسام عاشور، احمد نبيل مانجا، بيلعب تريزيجيه، رمضان صبحي، كريم بامبو في نص الملعب، ومعاهم عمرو جمال كمهاجم صريح بالنسبه للنادي الاهلي. ده التشكيل دايما اللي بيلعب بيه كابتن فتحي مبروك. بالنسبه لنادي سموحه التشكيل برده مش هيكون بعيد عن الماتشات اللي فاتت. هنشوف النهارده فكر الكابتن حماده صدقي، هل هيلعب بثلاثه في قلب الدفاع زي ما عمل في مباراه سموحه وبتروجيت وسموحه والزمالك، وهيحافظ على التواجد في يعني قلب الدفاع بالنسبه لنادي سموحه، هيقفل الحته دي كويس على اساس ان في لعيبه مميزين في النادي الاهلي. كان بيلعب في مباراه سموحه وبتروجيت وسموحه والزمالك بالسيد فريد، بيلعب كمان باحمد سعيد اوكا وشريف حازم، ثلاثه في قلب الدفاع. بيلعب ناحيه اليمين عبد الرحمن فاروق، ناحيه الشمال ايمن اشرف. حراسه المرمى النهارده هتكون ما بين امير عبد الحميد، هنشوف هل امير سليم بعد المباراه اللي فاتت اللي كان اتعور في ماتش الزمالك، ولا احمد يحيى اللي هيحرس مرمى نادي سموحه. في نص الملعب بيلعب طارق حامد وابراهيم عبد الخالق، وبيلعب ثلاثي هجومي هاني العجيزي، احمد حمودي المتالق واللي يعني من افضل اللاعبين السنه دي في بطوله الدوري، وعلاء علي كمان اللي عامل موسم رائع مع نادي سموحه وقدر يثبت نفسه علاء علي. ده تشكيل نادي سموحه المتوقع النهارده، تشكيل النادي الاهلي المتوقع، ومباراه بقى خارج الخطوط ما بين الكابتن فتحي مبروك بخبرته وما بين الكابتن حماده صدقي طبعا برضه خبرته، ان الكابتن حماده صدقي مدير فني مميز جدا، والسنه دي كمان كاول مدير فني يعني اول موسم يبقى مدير فني ويقدر يتالق مع نادي سموحه في الدوري الممتاز. دي طبعا ماتشات كانت ما بين النادي الاهلي وسموحه السنه دي في بطوله الدوري. المباراه دي كانت في ملعب الماكس في الدور الاول، انتوا عارفين النادي الاهلي وسموحه كانوا في مجموعه واحده فلعبوا مع بعض ماتشين، المباراه الاولى انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0، الهدفين كانوا لعبد الله السعيد، والمباراه الثانيه كانت في استاد القاهره وانتهت بالتعادل 1-1، ده كان هدف عبد الله السعيد. طبعا تشكيل النادي الاهلي بيختلف كتير عن بدايه الموسم، كان في محمد ناجي جد وفي عبد الله السعيد، في اكتر من لعيب كان بيلعب، لكن الاصابات بقى بتبعد عبد الله السعيد، بتبعد محمد ناجي جد، وخلاص دلوقتي في ثبات بقى لكريم بامبو ورمضان صبحي وعمرو جمال المهاجم بالنسبه للنادي الاهلي. وكمان النهارده على دكه البدلاء هيكون موجود عماد متعب نجم النادي الاهلي اللي كان بقاله فتره غايب، وكان يعني رجع المباراه اللي فاتت وكابتن فتحي مبروك اداله في اخر 10 دقائق في مباراه بتروجيت. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الفرقتين، ونتفرج على مباراه مميزه يعني تليق بقى بنهائي الدوري المصري ما بين فريقين كبار، طبعا فريق النادي الاهلي وفريق نادي سموحه. وزي ما قلت لكم لو سموحه عملها النهارده هيبقى اول بطوله في تاريخ نادي سموحه، بطوله دوري. سموحه صاعد الى الدوري الممتاز من فتره قليله اعتقد 4 5 سنين، فهتبقى انجاز كبير لنادي سموحه. ونادي الاهلي دي بطولته المفضله ودايما متعود ياخد بطوله الدوري، هو اخر يعني نادي خد البطوله او اخر 8 دوريات كان النادي الاهلي هو بطل الدوري. نروح للكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام ونشوف طاقم التحكيم المصري النهارده ايه اللي هيحصل، الاسماء ايه. برضه سامع ان في شويه زعل من بعض الحكام الاخرين. كابتن عصام ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا كريم، وكل سنه وانت طيب وكل مشاهدي الكرام، ومصر بخير ان شاء الله. يعني طبعا بقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب، وبشكرك على الموسم التحكيمي الرائع السنه دي بالنسبه للحكام المصريين، اعتقد من افضل المواسم للتحكيم المصري، ومش مجامل حضرتك دي الحقيقه، شفنا اخطاء قليله جدا السنه دي. رغم ان انا عارف طبعا ان كان السنه دي الماتشات بدون جماهير ودي حاجه بتريح الحكم، لكن حضرتك طلعت جيل جديد، يعني اسماء جديده دلوقتي في التحكيم وبتحكم ماتشات صعبه وماتشات اهلي وزمالك، بالاضافه لبعض الاسماء القديمه اللي برضو لسه محافظ عليها
في التحكيم المصري، فبشكرك وبهنيك على الموسم الرائع التحكيمي، ونتمنى بقى ان هو يختم على خير النهارده ان شاء الله. ان شاء الله كريم باذن الله. اعتقد ان مجهود كبير انديه اتحاد الكره الحقيقه ولجنه الحكام واسره التحكيم الحقيقه من اجل ان احنا يكون عندنا تحكيم الحقيقه تحكيم جيد، والحمد لله الحكام الجداد والقدام اثبتوا كفاءه كبيره خلال هذا العام بعوده الثقه كمان في اهم مباراه وهي مباراه الاهلي والزمالك، والحمد لله الثقه بقت كبيره جدا بيني وبين الانديه، وده اهم حاجه، ومن خلاله نقدر ان احنا نشتغل بارتياحيه. وان شاء الله النهارده نهائي الدوري ان شاء الله ربنا يوفق طبعا ادخم التحكيم في المباراتين، مباراه النادي الاهلي وسموحه كابتن محمود البنا ومعاه حكمين مساعدين احمد صلاح ومحمود ابو رجال وحكم رابع ابراهيم نور الدين، وان شاء الله ايضا المباراه الثانيه الزمالك وبتجد الكابتن محمد معروف ان شاء الله ربنا يوفقه النهارده ويكون ختامها مسك باذن الله، ونبدا ان شاء الله اعداد جديد ايضا لمباراه الكاس والموسم الجاي، وان شاء الله يكون التحكيم ده اهم عندنا يا كريم، يكون متواجد بقى في البطولات الكبيره زي كاس العالم 2018 وكاس الامم وبطولات الفيفا الكبيره، ده هو اللي شاغلنا الشاغل ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. كابتن عصام، يعني مبسوط بمين السنه دي في التحكيم؟ مين الاسم اللي انت حاسس ان هو ظهر بشكل جيد السنه دي وتدي له ذا مان اوف ذا سيزون بقى، يعني رجل الموسم بالنسبه للتحكيم المصري؟ والله بص يعني عشان اكون صادق معاك هناك اسماء كتيره جدا. لا انا عايزك تحدد لي اسم او اسمين انت مبسوط منهم. يعني ما انا هقول لك الحقيقه، يعني انا هكلمك عن ناس يمكن ممكن يكونوا زعلانين مني، ولكن اعتقد ان هم عملوا موسم كويس. اكلمك على محمد فاروق، من هو ممكن يكون زعلان مني، وكان هو المفروض حكم مباراه بتروجيت والزمالك واعتذر نتيجه انه زعلان، لكن احنا على فكره لو يعرف الحقيقه احنا بنقدر محمد كتير، ما بقولش هذا عشان هو زعلان منه او انا خايف منه، بالعكس احنا التحكيم هيفضل ماشي طريقه زي ما هو ماشي. في سمير عثمان بشكل جديد السنه دي الحقيقه عامل موسم كويس جدا، بكلمك بامانه بكلمك على الكبار لان احنا لا يمكن نستغنى عن الكبار، لان اللي مالوش كبير الحقيقه يعني، فاحنا بنقول ان هم عملوا موسم كبير. محمد فاروق عمل معانا مباريات كتيره جدا، يمكن هو زعلان، لكن بقول لك محمد ما تزعلش يا محمد، يعني في حاجات كتيره انت ما تعرفهاش، واحنا كنا بنحاول ان احنا نوقف مع كل الحكام الكبار والصغيرين، وانتوا الكبار القدوه اللي لازم تكونوا قدوه للحكام الصغيرين دول، لان مين هيعلم الناس الصغيره دي غيركم انتوا يعني. يعني في شباب، في طبعا كتير برضه مش عاوز انسى فهيم عمر الحقيقه في الكبار، عاوز اقول الشباب في ابراهيم نور، في محمود البنا اللي هيحكم المباراه النهارده، محمد معروف، محمد الحنفي، محمود عاشور، يعني الحقيقه كلهم عملوا موسم الحقيقه كبير. انت قلت ان فعلا الاخطاء قليله، فعلا السنه دي الاخطاء اقل كتير، واعتقد ان ده يحسب الحقيقه للحكام نفسهم على ان هم الحقيقه استجابوا للدورات. طيب والمحاضرات. هسألك سؤال غلس شويه كابتن عصام، معلش يعني اسمح لي. اتفضل. لو كان في الجماهير كان مستوى الحكام هيبقى زي ما هو دلوقتي، ولا كان هيبقى يعني ليه تاثير سلبي شويه على يعني مستوى الحكام؟ والله يا كريم انا رايي مختلف كحكم، يعني انا ما بتكلمش كصحفي او كمحلل، او انا بتكلم كحكم، انا رايي ان كان المستوى هيزيد اكثر، مستوى اداء التحكيم. وبلاش يعني ايه أؤكد على ده، لكن هقول لك نستنى السنة الجاية إن شاء الله يكون بجمهور، وصدقني إن المستوى هيكون أفضل، لأن الجماهير بتضيف، غير إن هي بتضيف لوحة فنية جميلة للمباراة، أيضا بتضيف نوع من التركيز ونوع من الحماس ونوع من الاستمتاع عند الحكم. أنا بقول لك وأنا حكم سابق يعني، أو دلوقتي ما بحكمش، لكن دي الحقيقة فعلا. وخلينا ننتظر يا سيدي نشوف رأي مين اللي هيكون صح، مش رأيك أنت، أقصد يعني عموما الناس اللي بتتكلم على الجماهير، أعتقد الجماهير هي إضافة للتحكيم، والجماهير بتضيف للحكم فعلا التركيز والحماس ونوع من الاستمتاع كمان بالشيء اللي بيعمله. تمام، أشكرك كابتن عصام، ويعني أتمنى التوفيق النهارده لطاقم التحكيم في مباراة الأهلي وسموحة، مباراة الزمالك وبتروجيت. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم على مباراة الزمالك وبتروجيت وظروفها النهارده، ومباراة برضو ليها أهمية، إن هي مباراة النهارده اللي هيفوز بيها هيكون صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري، ودي هتتيح ليه المشاركة في بطولة الكونفدرالية. الزمالك كسب هيلعب في الكونفدرالية السنة الجاية، بتروجيت كسب هيلعب في الكونفدرالية في الموسم القادم، نتيجة التعادل لصالح نادي الزمالك
عشان فرق الاهداف، ان البتروجيت دخل فيه 8 اهداف من خلال مباراتين، اتغلب من سموحه 4-1 واتغلب من النادي الاهلي 4-0، الزمالك اتغلب من الاهلي 1-0 و2-1، فصالح يعني الاهداف لصالح نادي الزمالك، فنتيجه التعادل تخلي الزمالك يكون هو صاحب المركز الثالث في بطوله الدوري. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض في كوره كل يوم. نرجع تاني مع بعض، والنهارده التشكيل المتوقع بالنسبه لنادي الزمالك في حراسه المرمى: جنش، النهارده جنش هو حارس مرمى نادي الزمالك، صلاح سليمان، ياسر ابراهيم في قلب الدفاع، ناحيه الشمال محمد عبد الشافي، ناحيه اليمين عمر جابر او حازم امام، واحد منهم باك رايت والتاني هيلعب في نص الملعب، يعني هنقول حازم امام ناحيه اليمين، في نص الملعب احمد توفيق وعمر جابر ومؤمن زكريا، مصطفى فتحي، يوسف اوباما واحمد علي. ده تشكيل نادي الزمالك النهارده. عارفين طبعا ان الزمالك وبتروجيت كانوا في مجموعه واحده ولعبوا ماتشين مع بعض، اتعادلوا 2-2 في المباراه الاولى في استاد القاهره، وبعدين بتروجيت كسب 4-1 او 4-2 في المباراه الثانيه في استاد السويس، وماتشين كانوا جامدين جدا، وكان قدر بتروجيت ياخد من الزمالك 4 نقاط. هنشوف النهارده يعني حافز فريق بتروجيت ان هو يلعب في الكونفدراليه هيكون اقوى من رغبه نادي الزمالك، خصوصا ان الزمالك فيه غيابات كتير طبعا زي ما احنا عارفين بعد الفتره اللي فاتوا، قرار مجلس الاداره والجهاز الفني باراحه بعض اللاعبين زي محمود فتح الله وعبد الواحد السيد ونور السيد واحمد جعفر واحمد سمير، يعني وكلام طبعا اللي اتقال ان هو اللعيبه دي المؤشر اللي هم مش موجودين في الزمالك، اللي هم مش هيكونوا موجودين في الفتره الجايه او في الموسم القادم، بالاضافه لبعض اللاعبين الاخرين زي احمد سمير فرج، زي عرف السيد، زي سعيد قطه، زي محمد ابراهيم الظهير الايسر، وبرده الكلام على محمد ابو جبل حارس المرمى الثالث. هنشوف ايه اللي هيحصل. دومينيك كمان النهارده موجود في قائمه الزمالك، ودومينيك مش هيكون موجود السنه الجايه بسبب ان الزمالك تعاقد مع 3 لاعبين اجانب، واحنا قلنا الثلاثه اللي الزمالك تعاقد معاهم معروف يوسف ومحمد كوفي وويليام جيبور، صفقات قويه لنادي الزمالك في الموسم القادم. بالنسبه لبتروجيت فكابتن مختار يعني تشكيلته برده معروفه: محمد الشناوي في حراسه المرمى، اسامه محمد، عمرو حسن، محمد دبش، فادي نجاح، بيتر ادوارد اللي هو بيلعب في خط الدفاع، احمد عبد الغني في نص الملعب، احمد مجدي، مصطفى شبيطه، وعنده مروان محسن، وعنده محمد رجب، وعنده جيمس تيدي، وعاشور الطاقي في الناحيه الهجوميه. يعني من ال 13 اسم دول هيختار 11 ويلعب بيهم النهارده كابتن مختار اللي، وانا شفت طبعا تصريحات للكابتن مختار، هو حزين من اداء بتروجيت في الماتشين اللي فاتوا في بطوله الدوري. تعالوا نقول مع بعض كده اخبار سريعه. النهارده هيتم تسليم الميداليات ودرع الدوري داخل الملعب، كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره موجودين النهارده في المباراه، واخيرا يعني هيتم تسليم الدرع داخل الملعب. اتمنى يكون في احتفال شيك زي ما بنتفرج في كل الدوريات العربيه والدوريات الاوروبيه ببطل الدوري النهارده، اتمنى يكون في منصه شيك كده في الملعب، في فاير ووركس، في حاجه كويسه يعني تبين ان الموسم الكروي او الدوري الممتاز خلاص خلص، ونحتفل بالبطل او نحتفل بالفريق الفائز ببطوله الدوري. اتمنى اشوف يعني احتفال شيك كده بعد المباراه ايا كان البطل اهلي او سموحه. النهارده كمان الجهاز الفني لمنتخب مصر هيحضر في الملعب، مجلس النادي الاهلي طبعا كله حاضر المباراه من الاستاد، والمهندس محمود طاهر رئيس النادي، والمهندس محمد فرج عامر، ودكتور اسماعيل فايد من نادي سموحه، وكل مجلس الادارات الناديين. الاهلي بكره عامل مؤتمر صحفي عشان يعلن فيه التعاقد مع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الاسباني الجديد بنفس تشكيل الجهاز الفني الحالي، كابتن احمد ايوب هيكون موجود كمدرب، كابتن علي ماهر، كابتن طارق سليمان، وكابتن وائل جمعه زي ما كنا انفرضنا من حوالي شهرين وقلنا ان كابتن وائل جمعه هيكون مدير الكوره في النادي الاهلي الموسم القادم، ومعاهم الراجل معاه كمان اللي هو مدرب احمال، راجل اسباني كان شغال قبل كده في ريال مدريد، فده هيكون التشكيل الجهاز الفني للنادي الاهلي في الموسم القادم. اروح للكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الاهلي، ونعرف رايه وتوقعاته النهارده في مباراه الاهلي وسموحه في نهائي الدوري المصري الموسم 2014. ازيك يا كابتن محمد؟ كريم ازيك؟ كل سنه وانت طيب. الله يخليك يا كابتن، وحشني جدا والله. الله يخليك وانت والله، كل سنه وانت طيب وكل المشاهدين بتوعك طيبين. الله يخليك يا كابتن محمد، يعني شايف ماتش الاهلي وسموحه ازاي النهارده في ختام الدوري المصري؟
والله طبعا يعني خلي بالك نجاح كبير جدا طبعا الحمد لله ان احنا وصلنا لنهايه مسابقه. يعني انت عارف لو نرجع بالزمن لورا وكنا في شكوك كبيره جدا حوالين استكمال المسابقه للاخر، فكون النهارده يعني بيشهد الاسبوع الاخير او الجوله الاخيره فده طبعا نجاح كنا بنتمناه عموما. أيوة. نتيجه الظروف اللي كان بيمر بيها الظروف الامنيه اللي بتمر بيها البلد. فنيا طبعا بالنسبه للقاء يعني هو طبعا عايز اقول ان هي نهايه عادله طبعا لان الاهلي وسموحه هم اكثر فريقين مستقرين من بدايه الموسم. يمكن سموحه كان متصدر المجموعه بشكل يمكن اسابيع يمكن طويله، في نهايه الاسابيع او في نهايه اربع خمس اسابيع من المسابقه النادي الاهلي تصدر المجموعه، لكن هما تقريبا اكثر فريقين مستقرين، وبالتالي يعني عايز اقول لك انها هتبقى مباراه قويه بين فريقين يعتبروا ان هما الافضل في الفرق كلها اللي كانت في المجموعتين في مسابقه الدوري. يعني اعتقد طبعا فرص النادي الاهلي اكبر نتيجه الخبرات وروح اللعيبه بتاعته، هدفهم واحد طبعا وهو الفوز بالبطوله. يمكن سموحه اعتقد ان يعني يكون ان هم ادوا دور كبير زي ده ووصلوا ان هم يشتركوا في افريقيا في الموسم القادم، بالاضافه ل يعني عدم توافر الخبرات برضو في المباريات دي، لان المباريات اللي هي الحاسمه للدوري بتبقى ليها برضو حسابات معينه يعني. ايوه طيب كابتن محمد، يعني سمعت خبر او عرفت معلومه كده من داخل مجلس اداره النادي الاهلي ان في حاله فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري هيتم تكريم الجهاز الفني السابق، حضرتك والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن هادي خشبه، واعتقد برضو ان يعني حضرتك والجهاز الفني احنا وانا قلت الكلام ده امبارح كان ليه دور كبير في فوز النادي الاهلي، انتوا شاركتوا وساهمتوا بفتره كبيره في النادي الاهلي. الله يخليك كريم، طبعا يعني اولاد النادي الاهلي وبنشكر النادي الاهلي طبعا، و يعني ان شاء الله النادي الاهلي طبعا يفوز بالدوري، لان الفوز بالبطوله او اي بطوله عموما بترجع بس مش للناس اللي شغالين، احنا لما حتى كنا يعني كنت موجود وكنا بنشتغل مش معنى النادي اللي فاز ببطوله بيبقى دول اللي موجودين في العمل دلوقتي، لكن بترجع لمجهودات ومسانده ناس برضو او اولاد من اولاد النادي اللي هم ممكن بيساندوا من بره يعني. فطبعا انا بشكر مجلس الاداره طبعا على الروح الجميله دي، وان شاء الله يبقى النادي موفق بصرف النظر عن التكريم يعني، لكن ان شاء الله يبقى بطوله رقم 37 بالنسبه للدوري العام، وتبقى يعني بطوله اول بطوله كمان في تاريخ مجلس الاداره، فنتمنى ان شاء الله ان نوفق النهارده، وفي نفس الوقت تبقى يعني بطوله زي ما انت قلت كده تقريبا يعني انا مشيت من الاول فيها وبداتها ثم الكل شارك يعني الكل كان ليه دور في وقت معين يعني. انا بقول لك يعني كل واحد ليه دور، والكابتن فتحي النهارده ان شاء الله يختمها على خير ان شاء الله. طيب كابتن محمد، سمعت تصريح امبارح للمهندس عادل القيعي غريب شويه، بس مش عارف عايز اتاكد من حضرتك، وكان المهندس عادل القيعي بيتكلم امبارح بيقول ان الكابتن محمد يوسف كان طلب رحيل عمرو جمال او استبعاد او عدم قيد عمرو جمال في النادي الاهلي، الكلام ده صح؟ انا طلبته؟ لا مش طلبته، يعني انت طلبت ان هو ما يكونش موجود عمرو جمال في النادي الاهلي، او قال ان محمد يوسف ما كانش عايز عمرو جمال في النادي الاهلي. لا الكلام ده غير صحيح. حضرتك سمعت الكلام ده؟ حد قال لك الكلام ده؟ لا انا ما حدش قاله لي، انا اول مره اسمعه منك دلوقتي. بس الكلام صحيح بالمره، مع احترامي طبعا لكلام الكابتن عادل القيعي، لان انا عمرو جمال صعدته من فرقه، يمكن بس تدخل على الكابتن عدلي لان يعني ممكن يكون نسي ولا حاجه. لو رجعنا بالذاكره انا صعدت عمرو جمال من فريق 21 سنه ولعب معانا وختم معانا الموسم السابق لما انا توليت فتره بعد الكابتن حسام البدري لما انتقل للنادي اهلي الليبي، مسكت انا حوالي خمس اسابيع، فكان معايا عمرو جمال نشطته في مباراه من المباريات اللي هي مباراه المحله اللي نزل يمكن اخر ربع ساعه ووفق واحرز هدف. ايوه. بعديها رحت مأيده في افريقيا هو واحمد نبيل مهدا، كان فاضل لنا مكانين في افريقيا وأيده. ايوه. ثم بعد ذلك استكمل معانا بقى وجي معانا، كان موجود معانا في افريقيا
ما شاركش طبعا بشكل كبير نتيجه ان احنا كنا ماشيين بالتيم في افريقيا ومستقرين على التشكيل. هو كان لسه صغير ولسه متصعد كمان يعني. لكن انا ما طلبتش خالص الاستغناء عنه ولا تفريط فيه، بالعكس يعني عمرو لما صعدته من فريق الناشئين، بس هو كان بيتصعد قبل كده يعني، هو كان طلع كذا مره مع ايام مستر مانويل ومع كابتن حسام، كان بيتصعد للفريق الاول، لكن نتيجه طبعا الـ 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 يعني وجود لاعبين كتير في مركز راس حربه، فكان ساعتها ما بياخدش فرصته بشكل كامل يعني. انما سريعا كده سريعا كده، انا ما طلبتش خالص في الفتره اللي انا مسكتها وكنت مسؤول عن الفريق، ما طلبتش خالص ان يتم اعارته ولا الاستغناء عنه. سريعا كده، ايه رايك في كريم بامبو ورمضان صبحي اللي شاركوا في الفتره الاخيره واثبتوا كفاءتهم مع النادي الاهلي؟ لا، لعيبة مميزين طبعا، لعيبة مميزة ولعيبة ليهم مستقبل كبير، شريطة طبعا ان هم يعني يكون عندهم طبعا الفهم والفكر الاحترافي، ان طبعا النادي الاهلي معروف ان هو دائما بيبحث عن الاستمرارية في التألق، يعني يبقوا هم عندهم وعي بالاستمرارية وهم يحافظوا على طول على مستواهم، لكن هم خامة طيبة جدا. ويمكن انا رمضان صبحي برضو وكريم اشرفتهم في مباريات، احدى مباريات الدوري، لكن طبعا نتيجه ظروف يعني بالذات من رمضان عنده منتخب اللي هو منتخب كان 47. ماتش المحله وانا فاكر وطرد وائل جمعه، كان مباراه المحله وبعدين غيرته بعد 25 او 27 دقيقه نتيجه طرد وائل جمعه. كريم اشرفته في بعض المباريات، لكن كانت فترات يعني ربع ساعه 10 دقائق كان فيها برضو ظروف تيم غير دلوقتي يعني، خلي بالك دلوقتي انت يعني عندك اصابات كتير، فانت لابد ان انت تلعب بالعناصر الصغيره او العناصر الشابه يعني، فاهم قصدي؟ ما عندكش اختيار تاني يعني. طيب لكن هم لعيبه كويسه وخامات كويسه، ان شاء الله يعطوا النادي الاهلي ويدوا له كوره على مدار سنوات طويله ان شاء الله يعني. كابتن محمد يوسف فين الفتره الجايه؟ والله لسه كريم يعني لسه حتى الان ما حسمتش او ما خدتش قرار نهائي، لكن مستني وشايف يعني بنشوف كده الدنيا ايه، بس لسه ما وصلتش لقرار نهائي يعني. تمام، بالتوفيق يا كابتن محمد، كل سنه حضرتك طيب، ويعني في حاله فوز النادي الاهلي النهارده هقول لك مبروك اللي انت شاركت بشكل كبير جدا في فوز النادي الاهلي السنه دي مع كابتن فتحي، مبروك والجهاز الفني الحالي بالفوز في الدوري في حاله ان النادي الاهلي يكسب النهارده سموح. الله يبارك فيك ومتشكر جدا، شكرا. بشكرك كابتن محمد يوسف، هنطلع فاصل ونرجع نشوف اخبار نادي الزمالك، وفي مشاكل النهارده في نادي الزمالك، في بعض اللعيبه راحت قدمت شكوى في اتحاد الكوره عشان مستحقاتهم في نادي الزمالك. بعد الفاصل نعرف التفاصيل من داخل نادي الزمالك. يمكنكم مشاهده تلفزيون النهار في الفنادق التاليه: للإعلان على شبكة تلفزيون النهار، الوكيل الإعلاني ميديا لاين. الاتصال على الأرقام التالية: 'RE. تاني مع بعض، ويعني كنت بنتكلم على نادي الزمالك قبل الفاصل، والنهارده في اربع لعيبه راحت اتحاد الكره وقدمت شكوى ضد نادي الزمالك بسبب عدم السماح ليهم بالانتظام في تدريبات نادي الزمالك. تعرفين ان في بعض اللعيبه خدت
يعني اجازه اجباريه من اداره النادي او من الجهاز الفني. النهارده اسلام عوض واحمد سمير ونور السيد وسعيد قطه قدموا شكوى رسميه ضد نادي الزمالك بسبب عدم السماح لهم بالانتظام في التدريبات مع الفريق وحرمانهم من حقوقهم اللي منحها ليهم الفيفا وهي المشاركه في التدريبات مع المطالبه بالمستحقات الماليه. هم بيضمنوا طبعا حقهم القانوني عشان لو مشوا من نادي الزمالك ياخدوا مستحقاتهم وفي نفس الوقت ما يبقيش الزمالك ما بعد كده ما يجيش يقول لا ده اللعيبه كانت غايبه عن التدريبات ويبقى في خصم من مستحقاتهم فاللعيبه بتضمن حقوقها من الناحيه القانونيه. الزمالك عنده مشكله في بطوله افريقيا وانا كنا بتكلم في الكلام ده الفتره اللي فاتت ان لو اللعيبه دي كلها مشيت اللي احنا قلنا اسمائهم من شويه الزمالك القائمه الافريقيه بتاعته هتفضى والزمالك ما عندوش غير اربع اسامي فقط هتنضم من الصفقات الجديدة أربع أسامي فقط هتنضم للقائمة الأفريقية فالزمالك ممكن يكمل بطولة أفريقيا بحوالي 18-16 لعيب فدي مشكلة كبيرة والزمالك عنده مباراة زي ما احنا عارفين طبعا مع مازيمبي إن شاء الله في القاهرة في بداية الدور الثاني لدوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا اللي هي المباراة الرابعة يوم 25 أو 26 سبعة الحالي فمش عارف الزمالك هيعمل ايه في القصة دي ان في لعيبة كتيرة ماشية وكلهم مقيدين في القائمة الافريقية لنادي الزمالك فدي مشكلة هتواجه نادي الزمالك في الفترة القادمة. الزمالك بيرفع الايقاف عن محمد ابراهيم ولاعب عادل التدريبات وهيقود نادي الزمالك في مباراة حرس الحدود يوم الخميس في بطولة كاس مصر في دور الثمانية ان شاء الله. النهاردة عرف السيد متوقع ان هو يكون موجود كمهاجم اساسي نادي الزمالك ان احمد علي عرفت برضو ان هو عنده كدمة قوية جدا بعد لما خبط في امير عبد الحميد في ماتش سموحة اللي فات فالنهاردة يعني بشكل كبير عرف السيد هو اللي هيلعب مع يوسف اوباما ومصطفى فتحي الثلاثي الهجومي لنادي الزمالك. ادارة الزمالك بترحب برحيل عبد الواحد السيد وبيقولوا ان اللاعب تلقى عرض من الهلال السوداني وبيقولوا برضو ان في نادي تاني ايراني دخل في مفاوضات مع عبد الواحد السيد. عجمان الاماراتي بيطلب احمد جعفر ولاعب نادي الزمالك وانا شايف ان هي فرصه كويسه لاحمد لو راح عجمان نادي قوي في الامارات مش من انديه كبيره ولكن من انديه الوسط في جدول الدوري الاماراتي الممتاز والدوري الاماراتي كمان قوي والملاعب حلوه وفي استقدام للعيبه اجانب كبار اسماء كبيره فهتبقى فرصه كويسه لو احمد جعفر لعب في الامارات رغم ان انا شايف ان احمد من افضل المهاجمين في نادي الزمالك ولكن كان الفترة اللي فاتت واحنا كنا بنتكلم كان في مشاكل كتير وعدم مشاركته والكلام ده مش عايز ارجع تاني بقى للمشاكل. الكلام داخل نادي الزمالك على حاجتين او ثلاث حاجات بقى عشان نبقى يعني بنلخص القصة للجماهير او للمشاهدين. ميدو والجهاز الفني الحالي كابتن محمد صلاح وكابتن عبد العليم علي كابتن عبد الحليم علي وكابتن مدحت عبد الهادي وكابتن ايمن طاهر انا بتكلم على ميدو كمان على وجه التحديد يعني مكملين لغايه نهائي كاس مصر او لغايه ما الزمالك يخلص ماتشاته في كاس مصر. لو الزمالك خد الكاس ميدو مكمل عقده في الموسم القادم. لو الزمالك ما خدش الكاس في كلام حاجتين بقى يا اما مدير فني اجنبي وفي كلام كتير دلوقتي عن سيفيهات من مدربين من البرتغال ومن البرازيل عن طريق وكيل اللاعبين والمدربين الاستاذ منير حسن وفي كلام ان في قعده النهارده او بكره ما بين مجلس اداره نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور مع الكابتن حسام حسن عشان يتفاوض معاه لتدريب نادي الزمالك. فهو ثلاث حاجات. ميدو كسب كاس مصر هيكمل عقده لنهايه الموسم القادم ان عقد ميدو مستمر للموسم القادم. ما كسبش الكاس وانا زعلان وانا بقول الكلام ده ان انا دايما عايز مجلس اداره نادي الزمالك يبقى مخطط للمستقبل دون النظر الى النتائج. يعني هو شايف مين اللي هيبقى فيه فايده ليقود نادي الزمالك الفتره الجايه. ميدو يبقى خلاص ياخد قرار من دلوقتي ميدو موجود لنهايه الموسم القادم لنهايه عقده ما يستناش بقى نتيجه مباراه. المفروض المجلس يبقى عارف هو عايز ايه الفتره الجايه ورئيس النادي المستشار مرتضى منصور يبقى عارف عايز ايه بيخطط لايه الموسم القادم مع الصفقات اللي جاب. شايف ان ميدو يعني هيكون هو المدير الفني او هو المناسب في الفتره القادمه يخليه من دلوقتي يقول ميدو مكمل لغايه نهايه عقده لغايه ما يستناش بقى نتائج كاس مصر. يعني ده دي وجهه نظري لكن انا بقول لكم اللي بيحصل داخل نادي الزمالك اللي بيحصل داخل نادي الزمالك ان هو ميدو موجود لغايه نهايه كاس مصر. كسب كاس مصر هيكمل الموسم القادم مع نادي الزمالك. ما حصلش في كلام بقى حلقتين يا اما مدير فني اجنبي يا اما الكابتن حسام حسن. الكابتن حسام عاد من الامارات كان في الامارات ورجع الى القاهره وزي ما عرفت النهارده او بكره هيكون في جلسه مع المستشار مرتضى منصور وبعض اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. ده اللي بيحصل داخل نادي الزمالك في خصوص المدرب. واتمنى زي ما قلت لكم ان مجلس الاداره يحدد هدفه
يعني يقول انا عايز ميدو معايا للموسم القادم من دلوقتي، ما استناش نتائج ماتشات، انت المفروض تكون دارس وبتخطط عايز ايه، محتاج ايه، مواصفات ميدو هتكون مناسبه لنادي الزمالك في الموسم القادم، خلاص ميدو يستمر في الموسم القادم. مدير فني اجنبي عشان يريح الجميع واجيب مدير فني اجنبي ويكون هو الراجل مسيطر، انتوا عارفين دايما لو بيكون في حد مصري وزملكاوي او حد من ابناء نادي الزمالك جوه النادي بيتحارب، ما يعني الكلام ده معروف وما يزعلوش مني، جوه نادي الزمالك بيتحارب بقى من الاعلام، بيتحارب من زملائه المدربين، بيبقى بيتمنوا الخساره وده بيحصل وحصل كتير جدا. لو كابتن حسام حسن يعلم برضو المستشار مرتضى منصور حسن بعد القعده مع كابتن حسام يقول ان الزمالك محتاج حسام حسن في الموسم القادم او محتاج ميدو او محتاج مدير فني اجنبي في الموسم القادم، لكن هنستنى ونشوف، ودايما لازم مجلس اداره نادي الزمالك يبقى عارف هدفه ولازم يكون بيخطط. قلت لكم ان هيكون في جلسه قريبه جدا مع كابتن حسام النهارده او بكره ان شاء الله. الزمالك هيسافر بكره لاسكندريه عشان يستعد لمباراه حرس الحدود وهيتدرب بكره في اسكندريه. في فاكس رسمي وصل من نادي بازل السويسري لنادي سموحه عشان يشتروا احمد حمودي، لكن نادي سموحه طلب 2 مليون يورو. ريكاردو المدير الفني النادي الاسماعيلي بيهدد بالرحيل بسبب انقسام المجلس، ان في بعض اعضاء مجلس الاداره عايزين يجددوا لريكاردو والبعض الاخر رافض التجديد لريكاردو ومستنين مباراه الاسماعيلي وادي دجله في كاس مصر، فريكاردو وصلت له يعني الاخبار من داخل المجلس فبيهدد بالرحيل، بيقول لو انتوا كلكم مش متفقين ان انا اكمل في الموسم القادم خلاص ما فيش مشكله، انا ممكن امشي وما اكملش مع النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي بيصرف 10,000 دولار لجون انطوي لاعب الغاني من مستحقاته الماليه. كابتن طارق العشري تولى الاداره الفنيه لنادي امبي، خلاص كابتن طارق العشري هيكون المدير الفني لنادي امبي ان شاء الله في الفتره القادمه، وقرار مجلس اداره نادي امبي، وبيقولوا كمان ان كابتن طارق العشري وقع بالفعل لنادي امبي هيكون مدير فني لمده موسمين قادمين. خلي بالكم ان كابتن طارق العشري لسه مدير فني لنادي اهلي بني غازي. كمان معتز اينو لاعب حرس الحدود والاهلي والزمالك السابق انتقل بشكل رسمي الى فريق طلائع الجيش في الموسم القادم ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع مع بعض نشوف بقى شويه اخبار كده من بطوله كاس العالم وبعض الفيديوهات اللي عندنا عن بطوله كاس العالم اللي خلاص دخلت في مراحلها الاخيره وهتبدا بكره ان شاء الله بلقاءات الدور قبل النهائي، البرازيل والمانيا والارجنتين وهولندا، ماتشين جامدين جدا. بعد الفاصل نشوف ايه الجديد في كاس العالم في البرازيل. يمكنكم مشاهدة تلفزيون النهار في الفنادق التالية: نرجع تاني مع بعض ونروح بقى للفقرة العالمية ونشوف الجديد في بطولة كاس العالم واستعدادات الفرق الأربعة في الدور قبل النهائي. زي ما قلت لكم برازيل وألمانيا وماتش صعب جدا، والناحية التانية الأرجنتين وهولندا وبرضه ماتش صعب جدا، يعني نقدر نقول التوب فور أو الأربعة الكبار في العالم دلوقتي، الأربع منتخبات الكبيرة دي أو ده جزء من تدريبات البرازيل. ومبارح كان في إصابة لويليان طبعا، وعارفين أن إصابة نيمار اتكلمنا فيها، وغياب تياجو سيلفا منتخب برازيلي بمهاراته بقى بكرة والضغط الكبير على أعصاب الجهاز الفني واللعيبة، المباراة البطولة مقامة على أرضهم. شايفين اللقطة دي يا جماعة، سكولاري مع كارلوس ألبرتو بيريرا المستشار بتاعه، وفي عادة دايما في البرازيل ان يبقى في مدير فني موجود زي سكولاري وفي مستشار من الاسماء الكبيره اللي كانت موجوده اللي هو كارلوس البرتو بيريرا اللي خد كاس العالم مع البرازيل قبل كده في سنه 94، وكان ساعتها كارلوس البرتو بيريرا هو المدير الفني وماريو زاجالو هو المستشار بتاعه، فدي حاجه جميله جدا. ويعني لو عندنا في مصر القصه دي هتلاقي الاثنين ماسكين في بعض وخناقه، لكن هناك بيقدروا دور المستشار وحتى بيبقى قاعد اسم كبير على الدكه جنب سكولاري في الاوقات الصعبه، ممكن يساعده ممكن يشير عليه ان هو يعمل ايه، فدي حاجه دايما حلوه قوي في البرازيل بتعجبني جدا ان هم بيسمعوا لبعض وبيبقى في مستشار قاعد على الدكه في البطولات الكبيره جنب المدير الفني، حاجه جميله جدا وتبين قد ايه هم بيحبوا بلدهم، واهم حاجه المصلحه العامه للمنتخب. طبعا عنده غيابات وسكولاري بيفكر مين بقى هيحطه مكان تياجو سيلفا، والمرشح هيكون دانتي في نص الملعب، عنده بقى هالك وعنده اوسكار وعنده فرنانيز وعنده باولينيو وعنده لعيبه كتير، ولكن طبعا غياب نيمار مؤثر جدا
ان هو من اللعيبه اللي يعني بتقدر توصل المنتخب البرازيلي لمرمى المنافس بسهوله جدا. الناحيه الثانيه بقى في معسكر المنتخب الالماني، انتوا عارفين الصرامه والالتزام والنظام والتكتيك العالي جدا، منتخب قوي جدا. شفنا هاملز اللي احنا شايفينه في الصوره ده، مدافع بروسيا دورتموند وصاحب هدف الفوز في المباراه اللي فاتت على المنتخب الفرنسي. يواكيم لوف بيحفظ لعيبته وبيتكلم معاهم، انتوا عارفين اللياقه البدنيه العاليه كمان للمنتخب الالماني، دوم فيليب لام وبواتينج وهاملز وشفانشتايجر وتوماس مولر وكلوزا وبودولسكي. لا فرقه جامده جدا، فرقه جامده جدا ومن الفرق المميزه جدا، وكمان يعني من الفرق اللي ما بتتاثرش كتير بالجماهير. عندهم سيستم، عندهم شكل لعب، عندهم لعيبه كويسه جدا في الملعب، عندهم نظام وتكتيك. مدرب مدير الفني ده معاهم بقالهم فتره كبيره، يوكيم لوف، وكان قبل كده مساعد ليورجن كلينزمان، فعندهم نظام كبير جدا. اعتقد ان من وجهه نظري المنتخب الالماني الاقرب من المنتخب البرازيلي في مباراه بكره. الناحيه الثانيه بقى، المباراه الاخرى في الدور قبل النهائي، مباراه الارجنتين وهولندا. المنتخب الارجنتيني مش مقنع لغايه دلوقتي، لكن في ميزه كبيره جدا في المنتخب الارجنتيني ان هو متماسك دفاعيا، منظمين دفاعيا بشكل كبير جدا. الناحيه الهجوميه فيها يعني ما فيهاش لعب جماعي، لكن فيها ناحيه فرديه عاليه او مهارات فرديه عاليه من ليونيل ميسي، من انخيل دي ماريا اللي هو برده كمان انخيل دي ماريا مصاب، احتمال كبير ما يلعبش المباراه القادمه امام هولندا. في لافيتزي، في جونزالو هيجواين، طبعا يعني زي ما احنا شايفين في زابالتا، في ماسكيرانو، في روميرو حارس المرمى، ومعاه مدرب كويس اللي هو سابيلا، لكن لغايه دلوقتي بيكسبوا بالصعوبه. يعني شوفوا وصلوا للدور قبل النهائي لكن بيكسبوا بالصعوبه دايما ماتشاتهم، يعني تغلبوا على المنتخب البلجيكي بالصعوبه 1-0 بهدف جونزالو هيجواين. لكن نقدر نقول المنتخب الارجنتيني عنده ميزه كبيره جدا، وهي ان دفاعه قوي جدا وخط الوسط قوي جدا في الناحيه الدفاعيه. الناحيه الهجوميه بقى بيعتمدوا على مهارات ميسي، مهارات انخيل دي ماريا، جونزالو هيجواين اللي خطف هدف يعني من لا شيء في المباراه اللي فاتت. وهنطلع فاصل بس وبعدين نرجع نشوف المنتخب الهولندي بروبن بقى بفان بيرسي بيستعد ازاي لمنتخب الارجنتين. نرجع تاني مع بعض ونكمل اخبارنا او جولتنا كده في بطوله كاس العالم. المنتخب الهولندي كمان بيستعد للمنتخب الارجنتيني، منتخب قوي بيعتمد على روبن وفان بيرسي طبعا ويسلي شنايدر في نص الملعب، وهما من اللاعبين المميزين جدا. المنتخب الهولندي نقدر نقول يتفوق نسبيا على المنتخب الارجنتيني في الناحيه الهجوميه وفي اللعب الجماعي، ان هما فريق قوي جدا وعندهم حارس مرمى مميز. حتى الحارس الاحتياطي اللي هو تيم كرول ده متخصص في ضربات الجزاء ونزل وكسب هولندا في المباراه اللي فاتت. تعالوا نتابع بعض الفيديوهات كده من البرازيل، وهنشوف دلوقتي فيديو لمشجعه برازيليه او طفله برازيليه زعلانه عشان نيمار، عامل صدمه كبيره جدا نيمار واصابته القويه بكسر في العمود الفقري للجماهير البرازيليه. دادي نيمار كاديلي ele tá no hospital, filha. Os médicos estão cuidando dele. Chora não. Tá? Filha, não chora não. Calma, filha. Não fica triste. Ele vai... Tá? Vai ficar tudo bem. Vai ter a Copa de 2018 aí. Você já vai estar grandona. Tá bom? Neymar vai ficar bom. وبعدين ده يعني تدريبات كده استشفائية للعيبة البرازيل في حمام السباحة عشان يفكوا العضلات قبل مباراة ألمانيا، بعض التدريبات الترفيهية كده واللي هي تخلي اللعيبة تفك العضلات وتسترخي شوية. وبقى في برضو بعض اللاعبين محتاجين تدريبات تقوية، بصوا دي حاجات تقوية داخل المية، انتوا عارفين المية بتبقى فيها نسبة مقاومة عالية جدا، فبتفيد برضو مع اللعيبة في تقوية العضلات وشوية راحة كده نفسية قبل الماتشات. مش عارف ايه العلامة دي، انا مش فاهمها. دي جماهير كولومبيا بتستقبل المنتخب الكولومبي اللي عمل ماتشات رائعة في بطولة كاس العالم وخسر بصعوبة من المنتخب البرازيلي. بص رغم ان هم خسروا وطلعوا من البطولة،
لكن الجماهير كلها في الشارع ويعني مستنيه المنتخب الكولومبي وبتحييه، وده المنتخب الكولومبي في الاتوبيس المكشوف. حاجه جميله جدا يا جماعه، الناس يعني في العالم كله يعني ليها فكر في الرياضه مختلف عنا تماما، بيتبسطوا بيقدروا المنتخب بعد ما حتى بعد ما اتغلب، لكن هم حسوا ان هم يعني منتخب الكولومبي عمل اللي عليه وظهر بشكل كويس وطلع من المنتخب البرازيلي اللي هو صاحب الارض ومن اقوى الفرق في العالم، فمستنين المنتخب الكولومبي اهو في كولومبيا وبيحيوه الجماهير واللعيبه بتحيي بعض، وحاجه جميله جدا. ومعاهم تيشيرت فالكاو كمان، اللاعب الكولومبي اللي كان مصاب وما كانش موجود، كان عنده رباط صليبي وما لحقش يلعب في البطوله، فحاجه تحفه وحاجه جميله جدا يعني بتبين ان الرياضه. بصوا بيرقصوا وبيضحكوا رغم ان هم خسروا وخرجوا، لكن ادوا رسالتهم. هنا كمان الرئيس كولومبيا بيستقبل الفريق، خوان سانتوس الرئيس الكولومبي بيزور الفريق بيزوره بعد العودة من البرازيل. الزيارة دي كانت في اتحاد الكورة، ده الرئيس الكولومبي لابس التيشيرت الأصفر، ودي زوجته اللي ورا وبنته بيزوروا المنتخب الكولومبي، وراحوا له اتحاد مقر اتحاد الكورة الكولومبي عشان يحيوا المنتخب بعد المجهود الكبير اللي عملوه في بطولة كأس العالم. Because Jose Peckerman led Colombia to the first ever World Cup quarter-final. They started with a 3-0 win against Greece. They then beat Ivory Coast 2-1 and then Japan 4-1 for a near-perfect group stage. They then beat Uruguay 2-0 in the last 16. حاجة جميلة جدا عشان يعني تبين ان حتى رؤساء الدول بيبقوا مهتمين بمنتخباتهم، وده بيحصل في كل حتة في العالم. وهنا زوجة الرئيس بتاخد اوتوجرافات اللعيبه على تيشيرت منتخب كولومبيا. طيب يعني كده دي الفقرات اللي معانا، انتوا عارفين احنا في رمضان الامور سريعه شويه، بنحاول نعمل حلقه خفيفه كده يكون رتمها سريع. النهارده ان شاء الله الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسموحه في نهائي الدوري، وان شاء الله نستمتع ويكون معانا برضو لقطات من مباراه الزمالك وبتروجيت على المركز الثالث في بطوله الدوري، مباراه الزمالك وبتروجيت في استاد اسكندريه ان شاء الله، مباراه الاهلي وسموحه في استاد القاهره. هسيبكم دلوقتي مع تقرير مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر وبعض التصريحات عن منتخب مصر في الفتره القادمه. بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل بالليل ان شاء الله في الاستوديو التحليلي لنهائي الدوري المصري الموسم 2014. المنتخب بيتكون من ثلاث اجزاء. انا عندي مشكله ان احنا عملنا كيان للمنتخب عدد الماتشات عشان اختار لعيبه تبقى لسه لعيبه جديده او لعيبه تشترك معايا او لعيبه تلعب معايا، محتاج وقت ان انا اشوفه في الماتشات وعدد ماتشات، واحنا بنتابع ماتشات الكاس دلوقتي وماتشات الدوري اللي ممكن يظهر منها لعيب او يظهر منها اي حد عشان يبقى موجود. لكن احنا جربنا عدد كبير من اللعيبه، يمكن في ثلاث ماتشات جربنا 25 لعيب، 25 لعيب اللي احنا جربناهم في ثلاث ماتشات دول. طبعا دول احنا شفناهم وشبه متفقين كجهاز على مجموعه كبيره منهم انها تكون موجوده معانا، بعض اللعيبه ما كانتش موجوده معانا لبعض الاصابات لبعض الحاجات، بعض اللعيبه لموضوع اضطراب، بعض اللعيبه بتاعت احترف ورجعت، يعني هنبقى شايفين الوضع ده خلال الفتره اللي جايه باذن الله من المشاركات الافريقيه بالذات اللي موجوده للايه للانديه. اتفقنا دلوقتي ان الدوري الموسم يعني بدايه الدوري باذن الله او بتاعنا او بدايته هتبقى يوم 14/9 باذن الله. لو الدوري بدا يوم 14/8 كنا هنلعب ثلاث اسابيع او اسبوعين، والاسبوعين ما كانش هيشارك فيهم برضه الاهلي والزمالك. ليه؟ لان الاهلي والزمالك في الميعاد ده كان هيلعب يوم 23/24، كنا هنستكفى نقول ايه؟ نقول ان ماتشات الاهلي والزمالك احنا استكفينا بمشاركتهم في افريقيا، الانديه بتشتغل عشان تعمل نتائج وبطولات وحاجات، في نفس الوقت عشان تخدم المنتخبات ويبقى عندي نظام انا ماليش دخل بقى بحته ايه؟ ابص الاقي مثلا حد مثلا جاي جواب من النادي يقول لك اصل احنا عندنا مشاكل بعد كده في التسويق وبعد كده عارف ايه؟ ده كله ماليش انا مش طرف فيه، انا مرتبط بماتشات محدده عندي، مرتبط بتواريخ محدده عندي، لازم يبقى عندي لعيبه فيها جاهزه. انا لو تشوف هنا بالظبط لعيبه الاهلي والزمالك هيلعبوا بالظبط كده، لما تيجي تشوف هيلعبوا ثلاث ماتشات، ماتش هيتلعب يوم 26 او 27، وماتش هيتلعب يوم 9 و10 اغسطس يوم 26 يوليو، والثاني 10 اغسطس، والماتش الثالث يوم 23 و24 ايه اغسطس. عشان كده انا عندي لعيبه مستمرين. لو حد سالني من اللعيبه بتوع الانديه الثانيه هقول لك انا فعلا كان عندي مجموعه كبيره من اللعيبه الثانيه، لكن انت لو شفت موسم الانتقالات دلوقتي اللي داير واللي شغال
اللعيبه كلها اللي راحت المنتخب هي معظمها اللعيبه اللي راحت الانديه، ودي حقوق الانديه، انا مش انا مش طرف فيها، ولا عندي حد في جهاز طرف فيها، ولا عندي اي حد في، لكن انا يعني انا عايز اقول ايه، الى بعض الشيء الى بنسبه كبيره جدا كان اختيارنا صح. انا قلت في اول يوم في اليوم اللي انا قعدت فيه اللي انا جيت فيه قلت ان انا مطلوب مني بعض الحاجات برغم من صعوبتها الكامله، خلينا نكون صراحه مع بعض، صعوبتها الكامله. الصعوبه الاولانيه ايه؟ ان انا قلت ان انا عندي حاجات كتيره هتتعمل، عندي بدايه موسم يعني بدايه فرقه جديده، البدايه دي محتاج تتغير العناصر، تتغير العناصر، محتاج الناس مش مش بتبص لان بغير لعيبه وبغير جيل اللعيبه وبغير الكلام ده، هي عايزه نتائج، محتاج النتائج، محتاج تتاكل كل الحاجات دي كلها مع بعض للبطوله الافريقيه اللي بقى لنا دلوقتي دورتين ما بنخش فيها. كل الحاجات دي صعبه، ماهيش حاجات سهله. احنا عندنا من يوم 25 ده التجمع بتاعنا اللي هيبدا بالظبط يوم 25/8 بالظبط، هنا من 25/8 قلت ان انا اقدر العب ماتش يوم 31 لان انا الماتش بتاع السنغال يوم 6 تمام، قلت ان انا اقدر العب ماتش 31. كابتن سمير بيه دلوقتي بيشوف، هيشوفه كابتن احمد حسن، هيشوفوا موضوع الماتشات، هيشوفوا موضوع الحاجات دي، هيشوفوا ايه اللي نقدر نلعب معاه، ايه اللي نقدر نشتغل معاه، ايه اللي نقدر نلعب في الفتره دي. احنا عندنا قائمه ب 21 فريق تم تجنبهم من النين من التصفيات الاولانيه. عشان برضه بالمناسبه اقول كان في القرعه كان في جروب اول وكان مجموعه ثانيه وكان مجموعه ثالثه. احنا كان عند احنا كنا في المجموعه الثانيه، السنغال كان في المجموعه الثالثه، احنا بنشوف نفس الفرق اللي وصلت من نفس المرحله اللي موجوده هنا، ده المستوى اللي احنا عايزين نلعب فيه الماتشات بتاعتنا. علي غزال واجه جديد، كوكا ما كانش بيلعب خالص بقى بيلعب، رامي ربيعه في المركز ده بدا يدخل جديد، حسين بدا يدخل جديد، خالد قمر بدا يدخل جديد، باسم بدا يدخل، مرسي بدا يدخل جديد، عندنا عندنا مجموعه في الفتره الجايه لعبنا قبل كده حمودي ما كانش بيلعب بدا يلعب، طارق حامد، ريم عبد الخالق، عندنا ناس كمان ما خدتش فرصتها لان العدد قليل. يعني انا كان عندي ناس كمان مجموعه معايا مجموعه كتير مميزه كانت معايا ما اشتركتش. يعني انا قدرنا يعني مثلا زي مين؟ شيل اكرام اللاعب والحضر اللاعب واحمد الشناوي لاعب، وكل واحد فيهم لو انت جيت شفت الثلاث ماتشات هتلاقي كل واحد لعب فيهم ماتش، شريف والحضر لعبوا ماتشين والشناوي لعب ماتش كامل، هتلاقيهم كلهم شاركوا. انا برضه كنت لو عندي ماتشات اكتر بس ده مش بايدي، كنت عايز اشرك عواد، كنت عايز اشرك احمد شناوي، كنت عايز اشرك ناس ثانيه بس مش بايدي. ناس كتير لو انتم برضه ملاحظين ساعه ما جيت لعبنا الثلاثه وقعدتوا تقولوا لي كلكم في المؤتمر رجعت للطريقه القديمه، والطريقه القديمه بدات ترجع، والطريقه القديمه ولا ما حصلش يعني طريقه اللعب صح تمام. جينا كاس العالم لقينا هولندا بتلعب كده، الارجنتين بيلعب كده، تشيلي بيلعب كده، منتخبات كتير المكسيك بتلعب كده، نص الفرق اللي في كاس العالم او تلت الفرق بتلعب بنفس الاسلوب. انا حزين ان احنا ما كناش في كاس العالم، احنا عندنا فرقه كويسه تمام. وصدقني انا قلتها في كذا مره، ما كانش مين يعني لو كان وصلنا كاس العالم وفضل مستر برادلي وانا ما كنتش جيت او اي حد، بس كنا النهارده شفنا الفرقه في كاس العالم. انا حزين، حزين ليه؟ لان عندنا منتخب كويس، حزين ليه؟ لان عندنا لعيبه كويسه، حزين ليه؟ لان احنا عندنا امكانيات فنيه كويسه، حزين ليه؟ لان احنا الجو اللي كان موجود هناك ده كان لازم مصر تبقى مشاركه فيه تمام. انا الفرق الافريقيه في بعض الفرق اللي اقنعتنا بادائها واقنعتنا بشكلها ولازم نعترف، فرقه زي الجزائر كانت ظهرت بنظر مشرف، نظر كويس، فرقه زي غانا لولا المجموعه اللي كانت فيها بالقوه اللي كانت فيها، فيها البرتغال وفيها امريكا وفيها المانيا، انا متهيألي لو في مجموعه ثانيه من المجموعات الثانيه كانت ممكن توصل. لما بتلاقيش في مشاكل موجوده بتصنع المشاكل من فراغ، يعني ما بتلاقيش في مشاكل بتصنع المشاكل. انا والله العظيم ثلاثه انا بقرا على بعض الحاجات وعلى نشبت خناقه بين شوقي غريب واتحاد الكوره بسبب بدايه الدوري، نشبت خناقه بين مش عارف مين ومين، شركه مش عارف مين اصلا ما سجلتش مش عارف مين.